معكم هشام مدينه قرسيف 25 سنه صاحب مشروع خدمات نسخر لقرسيف. بغينا نخدموا لان الظروف العائليه ما موفراش يعني باش نكمل الدراسه ديالي وبزاف ديال المشاكل يعني الفقر بالعربيه يعني العائله والو ما عندهاش بالنسبه للوالد واضطريت نخدم خدمت في تماره وفكرت نغير حياتي درت تزوجت يعني درت بزاف ديال الحويجات يعني غير بالخدمه يوم فوا وصل لي واحد المشكل ديال واحد العمليه يعني نتاع تقلت السيما وقع لي فدك في السرة اضطريت كنقلب على شي خدمه اللي سهله وما تكونش فيها بزاف يعني بزاف الصاير ديال الفلوس لان ما عنديش الناس اللي كيعرفوني وكيعرفوني من هذه شحال يعني كيسخروني وكيدوروا معايا وشتا في واحد الموقع في الفايل اليوتيوب وهذه قلت ارا نديرها يعني نخدم غير مع الاصدقاء والحمد لله حتى وصلنا لهذا المستوى هذا يعني مده شهرين وانا كنخدم في هذا الشيء في اللاج ديالي حس يكون شي انسان يقرا ويلقى بزاف ديال الحوايج باش يكمل لي انا بزاف ديال الناس بحالي شباب يعني ضاعوا يعني ما لقاوش باش يقراو والقرايه في هذا الوقت صعابت بزاف بنادم خصو يمشي يكري خصو يمشي يبعد والديه خص مصاريف ولكن انسان ما عندوش خويا في الديبار كانت ما كانش يعيطوا كيعيطوا غير الدراري باش ما كيديروش بيا القنطه كيتهلاو فيا شويه بقيت كنعاني المشاكل بنادم كيعيط لك كيتفلى يجيب لي اخويا وكيدوماندي وداك الشيء اللي كيضيع وعارفه ما يرجعش وبقيت صابر يعني وكان صبر خاطري ان فوا فين كملت لي هذيك واحد 2000 درهم كانت عندي صافي حبست وفين حبست اتصل بيا واحد الانسان كان تعامل معاه كيعيط لي قال لي اجي اخويا عندي اللي مشيت كنتفاجئ بان هذيك السيد اللي عيط لي دايرين واحد الجمعيه تاع الجيل الذهبي عطاوني 1000 درهم على داك الشيء اللي نشرت في الفيسبوك يعني قلت لهم بانني ما غاديش نزيد نخدم لان هاد الظروف اللي كيوقعها شنو ويعني وردوا لي الشجاعه ديالي من ديبار لان فقدت الامل اخويا اش غنقول لك الله يهديهم راه هاد الشيء ما صالحش حنا خصنا نشوفوا ناس اخرين اللي نلقاو منهم هاد المشاكل راه حنا خوت وولاد البلاد وراه الا ما تعاوناش مع بعضياتنا راه ما كاينش اللي غادي يجي وغادي يعاوننا راه ما كاينش راه حنا كنحطموا روسنا بنصنا وكنقولوا ما كايناش الخدمه وما كاينش وما كاينش راه الا تعاوننا مع بعضياتنا هاني انا اصلا محتاج دابا وكاين الناس محتاجين انا بنادم اللي كان يجي يشوفني فاش عايش ويعني والظروف اللي كندوز معاه راه يبكي معايا علاش لان راه ما كاينش المدخول دي دابا حاليا هذاك الطريفه اللي دار ديال 7 دراهم ما عندك ما غادي نربح كتصور واحد 80 درهم 90 درهم في النهار كيعيط لك واحد كيدوماندي كاسكرو ديال 60 درهم 70 درهم صافي مشات لك خلي ابار القهوه خلي ابار دابا البيكالا ضاعت لي خليت عليها 25 درهم خلي المعاناه نتاع البرد نتاع الشقاء ما بالنسبه لي انا يعني كما كنشوف انا كاينه الخدمه غيب شي شباب يعني باغينهم هذيك الخدمه بواحد الطريقه يعني نقيه ودخل شهريه مزيانه راه كاينه الحمد لله خدمه انا تاع 1000 درهم في الشهر ولكن بنادم ما كيرضاش بها لان علاش كاين اللي موفره له الظروف عائلته واحد خوف في فرنسا كيصيفطوا ولكن هذاك الشيء اللي خلانا حنا الشباب ديك ال 20 درهم اللي كيعطيونا والدينا هي اللي ضيعتنا جو الصراحه انا بالنسبه ليا كنشوف راسي واخد حقي بيدي يعني كنخدم كنجيب كليت هي هذيك ما خدمت شيء ما غاديش ناكل يعني ما كاينش واحد اللي غادي يعطيك مامو اخويا فاجئني بداك الاتصال وهداني ديك الدراجه ودار معايا ان شاء الله في اخر اسبوع غادي يجيبها لي وحنا كننتظروها وكاع كراسفه كاملين كينتظروا هذه المفاجاه هذه انا اول كلمه غادي نقولها باش نوضح للناس الله يهدينا نحاولوا نتغيروا هادشي اللي غادي نقول انايا وكنتمنى من الناس يساعدوني انني محتاج المساعده دابا حاليا الحمد لله وصلت للناس كيعيطوا ليا من برا من الخارج من المغرب كيشجعوني ولكن ما بغيناش التشجيعات بغينا التشجيعات باش نطوروا هذا المشروع قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي